السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. بداية بعتذر على هالاسبوع اللي مر اللي كان شوي صعب بالنسبة الي. اكيد متابعين القناة لاحظوا انه انا صرت قليل جدا ما افوت على الفيسبوك وارد على اسئلتهم، حتى الاسئلة اللي بتنطرح علي باليوتيوب ككومنتات او تعليقات صرت اتأخر شوي لحد ما ارد عليهم، فبتمنى منكم تعذروني. ولكن كان الاسبوع صعب جدا لانه كان كلياته امتحانات، امتحان بامتحان بامتحان، فما فضيت ابدا للقناة. حتى لما كنت ارفع الفيديو ارفعه هيك بسرعة ومستعجل، فبعتذر من كل انسان ودالي سؤال ولحد الان ما جاوبت على سؤاله، بس ان شاء الله راح نعوضكم. واليوم ان شاء الله جايب لكم معي شرح بعد ما انطلب مني كثير حبيت اني اشرحه. فاليوم ان شاء الله راح نحكي عن طريقة معرفة اذا كان تليفونك اصلي ام مقلد، بين قوسين مزيف. طبعا الطريقة هاي بس لاجهزة الاندرويد، ما حدا يجي يحكي لي ايفون وما ايفون. انا خبرتي فقط بالاندرويد وبالويندوز فقط لا اكثر، ما بعرف اشي لا بالماك ولا بالايفون ولا اي اشي بخص الابل. فعشان هيك عشان ما نطول خلينا نحكي بسم الله ونبلش في الشرح. طبعا اليوم راح احكي عن ثلاث نقاط. اول نقطة، بامكانك تعرف اذا كان جهازك مزيف ام اصلي باستخدام هالبرنامج. طبعا هالبرنامج فقط لاجهزة معينة، والاجهزة هاي انا حاليا راح اعدهم، هم اللي فقط اثبت جدارته انه يكشفهم اذا كانوا اصليات ام مزيفات. اجهزة الجالكسي S3, S4, S5, S6, S6 Active، وأجهزة النوت نوت 2، نوت 3 ونوت 4. إذا كنت بتمتلك جهاز من هاي الأجهزة نزل هالبرنامج اسمه Genuine Galaxy، بإمكانك تبحث عنه بالجوجل بلاي أو بإمكانك تنزله من مدونتي، ورابط التدوينة موجود تحت الفيديو بالوصف. أوكي، بعد ما ننزل البرنامج بنفتحه. بعد ما تفتح البرنامج، البرنامج بيقوم بفحص العتاد كامل والمواصفات كاملة، العتاد الصلب طبعا، ذاكرة، رام، سرعة السي بي يو، السي بي يو كامل وهكذا. فبالتالي مطورين البرنامج اللي عملوه أو اللي طوروه خزنوا فيه مواصفات الأجهزة اللي أنا ذكرتها اللي هي S3, S4, S5, S6, S6 Active، Note 2, Note 3, Note 4. فالبرنامج لما يفحص مواصفات جهازه ويقارنها مع المواصفات اللي مخبيها عنده أو اللي حافظها عنده، من خلال هاي الطريقة بيحكي لك إذا كان جهازك أصلي أم مقلد. طبعا أول ما تفتح البرنامج زي ما أنت شايف بثواني بيكون فحص كل المواصفات وبعطيك بيحكي لك يا إما congratulations it's a genuine Galaxy S3، أو بيحكي لك بالأحمر I am afraid you are not using Galaxy S4 مثلا أو Note 2 أو Note 3 حسب جهازك. فإذا كانت الكلمة باللون الأزرق جهازك أصلي والحمد لله، أما إذا كانت باللون الأحمر فأنت جهازك مقلد 100%، حتى ولو كان شبيه بالأصلي ولكن داخليا بالمواصفات الداخلية مقلد ومش أصلي. الطريقة الثانية اللي اليوم جاي أحكي عنها اللي هي من خلال أكواد USSD. طبعا كل تليفون فيه أرقام بتختلف عن الأخرى، أرقام الـ USSD. أرقام الـ USSD اللي ما بعرفها اللي هي الأرقام التالية اللي احنا بنستخدم فيها المربع والنجمة اثناء كتابة الرقم. كمثال اذا بدي اعرف رقم الـ IMEI او الـ EMI زي ما بسموه، بدي اكتب رقم الـ USSD التالي: نجمة مربع 06 مربع. زي ما انت شايف بيطلع لي الـ IMEI او الـ EMI، طبعا هو الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز تبعك اللي هو اول رقم اللي بيكون رقم طويل. انسى الرقم اللي بيجي بعد السلاش إذا كان 01 أو إذا كان 02. فالأجهزة المقلدة أو المزيفة أغلبها نسبة كبيرة منها، نسبة تقريبا 97%، لما تكتب هاي الأوامر فيها اللي هي أوامر الـ USSD ما بتفتح معك. هاي طريقة ثانية، يعني لما تيجي تكتب أمر من هاي الأوامر الخاصة بالأندرويد، ركز معاي، مش الأوامر تبعت فتح الرصيد مثلا، لأن أوامر فتح الرصيد هاي من الشبكة نفسها. لما أنا مثلا عندي هون بالأردن على شبكة أمنية بدي أفتح الرصيد، بكتب نجمة 1 3000 مربع كمثال، بفتح معي الرصيد. كود الـ USSD اللي بفتح معك الرصيد هو من مزود خدمة الاتصال في بلدك، فبالتالي إذا كان الجهاز مقلد أم غير مقلد راح يفتح معك. أما أوامر الـ USSD العادية اللي بتخص التليفون نفسه زي هالرقم اللي بيفتح لك الـ IMEI أو الأرقام الأخرى اللي بتفحص فيها مثلا سنسور الجهاز والشاشة وما إلى ذلك، إذا كتبتها بتليفونك احتمال كبير إنها ما تفتح إذا كان التليفون مزيف. حكيت لك تقريبا 97% من الأجهزة اللي بتكون مقلدة ما بفتح معك لأنه بكون مقلد والأوامر هاي ما بتشتغل عليه. الطريقة الثالثة اللي معانا اليوم من خلال استخدام كود USSD اللي بعطيك رقم الـ EMI أو الـ IMEI، أو من خلال تطبيق لكشف رقم الـ EMI.
إذا بتتذكروا بالطريقة الثانية استخدمنا الكود اللي هو نجم مربع 06 مربع. بتكتب عندك بالجهاز وبتأخذ رقم الإيمي أو الآي إم إي آي. طبعا هالرقم بيشتغل على هواتف الجالكسي بشكل عام، على الهواتف الثانية اللي بتشتغل بنظام الأندرويد بصراحة ما عندي علم لأني ما استخدمت في حياتي كلها إلا الجالكسي. فإذا كان رقم اليو اس اس دي اللي هو نجم مربع 06 مربع ما بيشتغل عندك، ما بيطلع لك رقم الآي إم إي آي، بإمكانك تنزل هالبرنامج اسمه آي إم إي آي أنالايزر أو الإيمي أنالايزر. طبعا اللي بيسألني كيف أنزله، بإمكانك تنزله من الجوجل بلاي، ابحث عنه باسمه وهي أيقونته، أو بإمكانك تنزله من خلال مدونتي، رابط التدوينة موجود تحت الفيديو بالوصف. نفتح البرنامج، بعدين بنكبس هون على ماي آي إم إي آي أو ماي إيمي. بتلاحظ إنه بطلع لك الرقم الخاص بجهازك. ناخذ الرقم ننسخه، بعدين بنتوجه إلى هالموقع اسمه إيمي إنفو. طبعا رح نيجي على هاي الخانة اللي هون بحكي لك إنتر إيمي أو إنتر آي إم إي آي. نلصق الإيمي هون أو بنكتبه كتابة، بعدين بنكبس على تشيك. رح تفتح معك هاي الصفحة. إذا الموقع أعطاك هون شكل الجهاز الخاص فيك أو أعطاك الصورة تبعته الصحيحة، يعني أنا معي S4 لما كتبت الرقم أعطاني صورة S4، معناته إنه جهازك أصلي ورقم الإيمي تبعه أو رقم الـ IMEI صحيح. فبما إنه رقم الإيمي دل الموقع على نوع الجهاز، معناته جهازك صحيح 100%. طبعا غير هيك بنتأكد من أشياء ثانية. نتأكد أول إشي إنه أعطاني الصورة الصحيحة، نتأكد ثاني إشي من هون من الموديل اللي هو i9500 جالكسي S4، نفس الموديل اللي معاي. نتأكد من البراند هون أو العلامة التجارية اللي هي سامسونج صحيحة، ومن هون بالأسفل نتأكد من مواصفات جهازنا إذا هي نفسها ولا مش نفسها. بالمختصر الطريقة هاي، بعد ما تجيب رقم الإيمي أو رقم الآي إم إي آي وتدخل على الموقع وتعمل تشيك للرقم، إذا أعطاك مواصفات صحيحة، وأهم هاي المواصفات اللي هي صورة الجهاز وأول معلومتين اللي هم الموديل والبراند، معناته جهازك سليم ومش مزيف. وكمان بعد ما نطلع رقم الإيمي ونتأكد منه بهالموقع، كمان لزيادة الأمان ناخذ رقم الإيمي اللي احنا طلعناه طبعا، وبنروح بنقارنه من رقم الإيمي اللي موجود أسفل البطارية ورقم الإيمي الموجود على الكرتون اللي إجت مع التليفون إذا كانت موجودة عندك. ولهون أصدقائي أنا بكون انتهيت من الفيديو، فأتمنى إنه الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تقيمني، إذا شفتني بستاهل التقييم والدعم أتمنى إنك تدعمني من خلال عمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة إذا ما كنت مشترك، وإضافة الفيديو للمفضلة ونشر الفيديو للكل عشان الكل يستفيد من هاي الطريقة. وإذا كان عندك أي سؤال، أي استفسار، أي اقتراح، بإمكانك تسأل، تستفسر، تقترح تحت الفيديو بالتعليقات أو من خلال صفحتي على الفيسبوك، رابط الصفحة موجود تحت الفيديو بالوصف. لا تنسى تعملها لايك لو سمحت، وتعمل دعوة لأصدقائك على صفحتنا عشان نكبر فيها ونكون من أكبر القنوات إن شاء الله على اليوتيوب، طبعا بفضل الله ثم دعمكم إلنا. إن شاء الله رح نستمر ونكبر أكثر وأكثر. بتمنى منكم ما تنسونا من الدعاء، وشكرا للمشاهدة ويعطيكم ألف عافية. كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.